المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب ومن لندن المتخصص في الشأن الإيراني محمد المذحجي. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك، مساء الخير وتحياتي للمشاهدين الكرام. أستاذ محمد، 7 أيام مرت على التظاهرات الغاضبة في إيران، برأيكم ما هي الأسباب التي أدت إلى كل هذا الاحتقان وتواصل هذه المظاهرات لتتصاعد خلال الأيام الأخيرة؟ طبعا يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة، أنه هذه الاحتجاجات هي ليست الأول التي تحصل، يعني الأولى، بل منذ أكثر من عام ونصف عام هناك احتجاجات عديدة عمالية ونقابية، وأيضا احتجاج نشطاء الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق النساء والأطفال في البلاد، كانت مستمرة ولم يمر أسبوعا في إيران ولم يشهد البلاد احتجاجا هنا وهناك. لكنه ما أدى إلى اتساع رقعة هذه الاحتجاجات بهذا الشكل هو مشروع قرار الميزانية العامة الذي قدمه الرئيس الإيراني للبرلمان منذ أقل من 20 يوما. وفي هذا المشروع خفضت الحكومة الميزانية المخصصة للمساعدات الاقتصادية للأسر ذات الدخل المنخفض وأيضا الفقراء، فضلا على ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 50%. وباقي الخدمات أيضا شهدت ارتفاعا يتراوح ما بين 30 إلى 50%. وبنفس الوقت تحدث بعض النواب عن تفاصيل هذا المشروع حول أنه الحكومة بنفس الوقت الذي خفضت الميزانية المخصصة للشعب وللفقراء زادت ميزانية المؤسسات التابعة للمرشد الأعلى والحرس الثوري ما بين 35 إلى 45%. وهذا في الواقع الموضوع أدج الحالة في البلاد، ما أدى إلى هذه الانتفاضة. ربما نتوقف فقط، هذه الانتفاضة كما تحدثتم كانت لأسباب اقتصادية، رفع فيها المتظاهرون شعارات أو مطالب اجتماعية، لكن كذلك وصلت إلى درجة حرق صور خامنئي. إلى أي مدى تعتبرون أن المتظاهرين بهذه الحادثة تجاوزوا حاجز الخوف؟ يعني الشعب الإيراني والشعوب غير الفارسية التي تسكن في إيران تعرف جيدا أين تقع هي المشكلة. المشكلة تقع في ذات وعمق النظام وشكل النظام وأصل ماهية هذا النظام. لهذا السبب لا يمكن حل المشاكل الاقتصادية وغير الاقتصادية في البلاد دون أن يحصل تغييرا جذريا في هذا النظام أو يسقط هذا النظام. يعني إحنا إذا لاحظنا المطالب الآن، المطالب التي رفعت من قبل هذه الاحتجاجات، على قمة هذه المطالب هو إلغاء مادة بالدستور الإيراني التي تشرع لمنصب الولي الفقيه في البلاد. وهم يعرفون أنه من خلال رفع هذه المطالب، يعني هاي في قمة المطالب، وهناك مطالب أخرى طبعا نحن نتحدث الآن على الجانب السياسي، وهذا الموضوع ما أزعج الإصلاحيون الذين كانوا يصورون بأنهم معارضة النظام مثل محمد خاتمي وغيره. الآن اليوم وقفوا صفا واحدا مع خامنئي وأصدروا بيانا رسميا باسم حزب بمجمع المعممين المناضلين الذي يرأسه محمد خاتمي الزعيم الإصلاحي الشهير والرئيس الإيراني الأسبق، واعتبروا ما يحصل في إيران هو فتنة وشغب ويجب قمعه بالحرف الواحد. هذا بيان رسمي نشر على المواقع والوكالات الإيرانية بشكل واسع. نعم. يعني حتى أن خامنئي اعتبر المتظاهرين أعداء لإيران. يعني إلى أي مدى تساهم مثل هذه التصريحات في تحريض المتظاهرين أكثر؟ يعني النظام لا يستطيع أن يتبنى خطابا آخر، لأنه لا يريد أن يغير من أسلوبه في التعامل والتعاطي مع المشاكل والشعب. وهذا الموضوع من المؤكد أنه سيؤجج وسيدفع المواطن باتجاه الإصرار على مطالبه. يعني المواطن لم يشهد منذ عقود أي تنازلا من النظام لصالحه، لصالح مطالبه الحقة، يعني المطالب المعيشية وباقي المطالب السياسية والاجتماعية التي هي يعني في أشياء طبيعية جدا في كل البلاد توجد، لكنه في إيران تمنع.
الحريات، حريه التعبير عن الراي بشكل يعني مسالم لا توجد في ايران عمليا مهما ان القانون ينص عليها، لكنه لم يتم تطبيق هذه القوانين. فهذه السياسه، سياسه النظام الايراني سابقا وسلفا اثبتت فشلها. كل ما ايران واجهت مشكله من هذا النوع صعدت ضد الشعب، لكنه شاهدنا كل مره الاحتجاجات التي تخرج للشارع كانت اعنف من سابقاتها. والان النظام الايراني يظن انه يستطيع ان يسيطر على الوضعيه في البلاد والحاله في البلاد من خلال التصعيد مره اخرى واعتماد نفس الاسلوب. هذا من دون مما لا شك فيه سيؤدي الى المزيد من الاحتقان والمزيد من التراكم على ما على التراكمات السابقه التي الان هي ادت الى هذه الحاله في البلاد. استاذ محمد، كيف تقرؤون التدخل الامريكي وطرح واشنطن او دعوتها لعقد جلسه طارئه في مجلس الامن؟ كيف سيخدم الموقف الامريكي المظاهرات في ايران؟ طبعا هذا الموقف يخدم معنويا، يعني لا يزال الولايات المتحده لم تفعل شيئا على الارض، مهما انه ايران تقول ان الولايات المتحده متورطه، وهذا طبعا كلام غير صحيح. الولايات المتحده الان تكتفي بتصريحات اعلاميه او محاولات هنا وهناك تعزز معنويات الذين خرجوا الى 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 الشارع، هذا لا شك فيه، لكنه على الارض الواقع اذا سالنا ماذا سيحصل او ماذا حصل، بالحرف الواحد وقول قاطع لا شيء. يعني الولايات المتحده مهما ان الاداره الجديده تتبنى موقفا حازما وحازما من النظام الايراني، لكنه الظروف لا زال لم تسمح لهذه الاداره ان تفعل سياساتها ضد النظام الايراني، لكنه نحن نتوقع وانا اقول انه عام 2018 سيكون عاما ايرانيا بامتياز. اشكرك جزيل الشكر الاستاذ محمد المدحجي الخبير في الشان الايراني، كنت معنا عبر سكايب من لندن.